بغيتي تعرف قيمتك عندهم غيب عليهم ولو غير لفترة قصيرة، وغتكتشف بأن وجودك انت في حياتهم ما كاين عليهم حتى شي معنى، سواء كنتي أو لا ما كنتيش، وما كاين لاش غادي تسولهم وتقول لهم علاش ما سولتوش فيا، حيت الجواب ديالهم باين وواضح، لا عندنا ظروف لا عندنا مشاكل إلى آخره. وحاول تخلي بلاصتك زوينة معهم وخا يوقع اللي وقع، حيت هما أصلا ما غتستافد منهم والو وما غيعطوك والو وما أصلا والو.